هذا البرنامج برعاية زين. أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم معنا في جلسة الأعمال لهذا اليوم، ودعونا نبتدأ بأبرز العناوين. احتياطات النفط والغاز في روسيا تسجل أكبر زيادة في العالم، ورئيسا غازبروم وإني يناقشان مشروع ستريم التركي. أكثر من 340 شركة عالمية وقعت اتفاقيات تحايل على الضرائب مع لوكسمبورغ. البرازيل تهدف لاجتذاب 64 مليار دولار من استثمارات البنية التحتية. أهلا بكم مشاهدينا في جلسة الأعمال، ونبتدأ وإياكم بما ناقشه الرئيسان التنفيذيان لغازبروم الروسية وشركة إني الإيطالية لمشروع ستريم التركي واحتمال زيادة طاقة مشروع بلو ستريم. مشروع ستريم التركي هو مشروع روسي لمد خطوط أنابيب لنقل الغاز عبر قاع البحر الأسود إلى تركيا. أما بلو ستريم الذي ينقل بالفعل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا فتبلغ طاقته 16 مليار متر مكعب سنويا، لكن لم يتم استغلالها استغلالا كاملا. وأيضا مشاهدينا، قالت شركة بي بي النفطية الكبرى في مراجعتها السنوية لإحصاءات الطاقة العالمية إن روسيا سجلت أكبر زيادة في احتياطات النفط والغاز في العالم خلال العام الأخير، بينما تفوقت عليها في الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج للطاقة في العالم. أظهر تقرير بي بي أن روسيا أضافت نحو 10 مليارات برميل من احتياطياتها، وهي كمية تكفي لإمداد العالم باحتياجاته فيما يزيد عن 100 يوم. وقفزت الاحتياطات في روسيا متجاوزة 100 مليار برميل للمرة الأولى، إذ تقدر بي بي الاحتياطات المؤكدة بنحو 103 مليارات برميل، ارتفاعا من 93 مليار في تقرير عام 2013. أيضا مشاهدين، استكملت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عقود تصدير وقود الطائرات محددة الأجل من شهر يوليو تموز 2015 إلى شهر يونيو حزيران 2016 عند مسيات أقل قليلا من العام الحالي. واستكملت أدنوك العقد مع مشتري واحد على الأقل بعلاوة دولار و75 سنتا للبرميل فوق حصص الشرق الأوسط، وهو ما يقل بنحو 8% عن العلاوة البالغة دولار و90 سنتا والتي حددتها لشحناتها من يناير كانون الثاني إلى شهر ديسمبر كانون الأول لعام 2015. أيضا مشاهدين، اشترت شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية حوالي 1,100,000 برميل من زيت الغاز للتسليم في شهر يوليو تموز بانخفاض حوالي 30% على الكميات التي طلبت الشركة في البداية شراءها. وكانت أرامكو لتجارة المنتجات البترولية طلبت في البداية شراء 4 شحنات تبلغ إجمالا 1,600,000 برميل للتسليم في جازان وضباء وجدة ورأس تنورة. وأيضا مشاهدين، قد تؤدي مراجعة الاستثمارات في صندوق ثروة قطري إلى خفض الأموال المخصصة لقطاع التعدين، وهو ما قد يضر شركات مثل كيو كي آر كورب، وربما تشكل مثل تلك الخطوة أحدث حلقة في سلسلة مراجعات تجريها صناديق ثروة سيادية وشركات استثمارية والتي تضررت بشدة من الرهانات على قطاع الموارد الطبيعية. يرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع في أسعار النفط والغاز والمعادن في الآونة الأخيرة. مشاهدينا، أشارت فضيحة ويكيليكس المعروفة باسم تسريبات لوكسليكس إلى أن أكثر من 340 شركة قامت بتوقيع اتفاقيات تحايل على الضرائب مع لوكسمبورغ تقوم بموجبها بدفع 1% أو أقل من الضرائب المستحقة على الأرباح من خلال ترتيبات مسبقة تتعلق بالأسعار. وتأثرت العديد من الجنسيات جراء هذه التسريبات التي أدت المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ خطوات عاجلة والتعامل مع هذه القضية كأولوية على جدول أعمالها. وبادرت المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيقات تتعلق بالدول 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهناك قلق متزايد بين الخبراء في القطاع
حول إمكانية جر المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه التحقيقات على خلفية سلسلة من القرارات التي ظهرت إلى العلن نتيجة لتسريبات ويكيليكس والتي شملت مستثمرين خليجيين. إذن مشاهدينا، لنتحدث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد إيان أندرسون، استشاري أول في شركة فينسنت ميسونز. أهلا بك سيد إيان. دعنا في البداية يعني لو تخبرنا عن تأثيرات فضيحة ويكيليكس في عام 2014 على موضوع التهرب الضريبي، وأيضا كيف أثرت على قوانين الاتحاد الأوروبي. Right. The WikiLeaks event itself. حدث ويكيليكس بحد ذاته هو ما دفع الضريبة تنتقل من الصفحات الداخلية في الصحف إلى الصفحة الأولى، وبات الأمر سياسيا أكثر من اقتصاديا. هذا الأمر لم يغير القوانين ضمن الاتحاد الأوروبي بالضرورة، وإنما ركز الانتباه على بعض عمليات تخطيط الضرائب التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات، وشجع الاتحاد الأوروبي على التحقيق بشكل وثيق وإعادة النظر في بعض عمليات التخطيط، ولا سيما أن هناك قوانين للدعم الحكومي التي عادة ما كانت تستعمل لوقف الدعم إلى الشركات. مثلا قد يدفع المال لشركة معينة لتنشئ شركة في بلد معين، وبالتالي هم استفادوا من هذه القوانين، استفادت بعض الدول من هذه القوانين لإقامة منشآت مثل أبل التي أبل وأمازون وفيات. والاتحاد الأوروبي تحدى هذه القوانين وقال بأن هذه الشركات تلقت معاملة تفضيلية ضريبية، وبالتالي هذا دعم حكومي غير قانوني ويجب أن تعيد هذه الأموال. طبعا السبب هو أو سبب تأثير هذا الأمر على الشركات الخليجية هو أن هناك عددا من الشركات الخليجية التي طرح اسمها من بين الشركات 340 في ويكيليكس. طبعا كنا نتحدث في هذه التسريبة عن شركة واحدة في بلد واحد، لكن هذا الأمر ينطبق على عدد من الدول في الاتحاد الأوروبي، وقد يكون لدينا الآلاف من هذه الشركات، وبالتالي قد تكون هناك شركات خليجية متأثرة. طبعا هي استفادت من الأنظمة الضريبية، لكن هذا قد لا يكون متاحا، ربما هم لم يخطر لهم أنهم متورطين في هذا الأمر. ولكن كيف سيؤثر مباشرة على دول الخليج، بالأخص بأنه كما ذكرت يعني وردت في بعض التحقيقات أسماء مستثمرين خليجيين؟ أول شيء يتعين على الجميع فعله هو مراجعة الأنظمة الضريبية ليعلموا إذا كانت الأنظمة الضريبية التي شاركوا بها تشكل دعما حكوميا أم لا. أحيانا الأنظمة الضريبية المقدمة من الدول هي لإراحة الشركة، لكن يجب أن يراجعوا ليعلموا إذا كانوا قد حصلوا على معاملة تفضيلية، وبالتالي يتعين على كل شركة خليجية حصلت على هذا النوع من الأنظمة الضريبية هو أن تراجع هذه الأحكام الضريبية وأن تقرر إذا كانت قد حصلت على دعم حكومي نتيجة لذلك الأمر، الذي يعني أنها يجب أن تغير الهيكلية الاستثمارية لأعمالها في أوروبا نتيجة لذلك. طيب بالتالي كيف يمكن الآن لأصحاب الشركات الاستثمارية إن كانت خليجية أو غيرها يعني حماية أعمالهم من أي من هذه المخاطر، يعني بالأخص في التهرب الضريبي؟ هذا الأمر يتطلب تخطيطا معقولا ومنطقيا، لكن هم يتعرضون لضغوط من جهتين. هناك تحقيقات في أوروبا تراجع ما قامت به شركة في الماضي، وإذا كانت شركة قد استفادت من هذا الأمر فيتعين عليها أن تدفع المال الذي حصلت عليه، لكن هناك مجموعة من المبادرات الأوروبية التي تراجع موضوع التخطيط الضريبي وهي تخص المستقبل. إذن يجب أن تكون هناك مراجعة لما حصل في المستقبل من قبل هذه الشركات، وأن تراجع بعض
أحكام المستقبلية لدراسة الوضع القانوني لكل شركة، لكن هم يجب أن يراقبوا ولا يفترضوا بأن أي استثمار وضعوه في الماضي حتى لو كان قانونيا فربما قد لا يكون قانونيا في السنوات الخمس المقبلة أو السنة المقبلة مثلا. طيب بالنسبة للهياكل الاستثمارية والتي أثبتت فعاليتها يعني لعدة سنوات سابقا، كيف يمكن أن تتأثر بمثل هذه التحقيقات وهذه الخطوات التي تتخذها المفوضية الأوروبية؟ المشكلة هي أن ما تفعله المفوضية الأوروبية هي أنها تراجع بمفعول رجعي لترتيبات جرت في الماضي ربما خلال خمس أو عشر سنوات سبقت. إذن على الرغم بأن هذه الشركات كانت قد حصلت على هذه الأحكام الضريبية ورغم أن قيل لها بأنها قد حصلت على تسهيلات ضريبية، ولكن إذا كانت قد خرقت قواعد المساعدة الحكومية فيتعين على هذه الشركات أن تسدد كل منافع أو فوائد حصلت عليها من الدول أن تعيدها إلى هذه الدول. إلى حد ما هذا الأمر لا يمكن تحاشيه، ولكن يجب مراجعة كل القواعد السابقة والتأكد من أنها لم تحصل على أي مساعدة، وبالتالي هذه المراجعة تساعدها في تحديد أي مخاطر ربما قد تكون تعرضت لها. سؤالي لك أخيرا سيد إيان، يعني ماذا عن المخاطر التي قد تنبثق جراء خطوة المفوضية الأوروبية بالقيام بهذه التحقيقات في الأحكام الضريبية الوطنية طبعا التي تشكل يعني خرقا لقواعد الدعم الحكومي؟ In terms of risks, مخاطر. In terms of risks, there's risks actually to the European Union. للاتحاد الأوروبي لأن ما لا يريدون فعله هو إثناء الناس عن الاستثمار في أوروبا، وهناك خطر هو بأنهم إذا لاحقوا الشركات بقوة فسوف يثنون الشركات عن الاستثمار في أوروبا. أما بالنسبة للشركات فهي بحاجة إلى التعامل مع مخاطرها من خلال التخطيط الصحيح ومن خلال التفكير فيما تفعله، وإذا كنت تراجعين الهيكلية الاستثمارية فلا يجب أن تكوني جشعة في موضوع الضرائب وإنما أن تواصل مراقبة أعمالها بشكل وثيق ودقيق. نعم، وأشكرك سيد إيان أندرسون استشاري أول في شركة بنسنت ميسونز، شكرا جزيلا لك. Thank you. ونبقى وإياكم مشاهدين بما رفعه البنك الإسلامي للتنمية لسقف برنامجه للصكوك إلى 25 مليار دولار من 10 مليارات مع سعيه لتوسيع عملياته للتمويل في أرجاء دوله الأعضاء. وسيدعم توسيع البرنامج هدف البنك لإصدار صكوك للاكتتاب العام بقيمة مليار دولار كحد أدنى كل عام مع تلبية طلبات متنامية من المستثمرين لاكتتابات خاصة. ووافق البنك على مشاريع للتنمية بقيمة 450 مليون دولار بما في ذلك مشروع للطاقة قيمته 200 مليون دولار في موزمبيق و70 مليون دولار لتمويل استيراد معدات زراعية في كازاخستان. مشاهدينا نحن مستمرون معكم في جلسة الأعمال، ولدينا بعد هذا الفاصل قمة شمال إفريقيا للإعلام في القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نبقى وإياكم مع تطور مجال الأعمال في الإمارات، حيث أصبح التعرض لمخاطر المجال أكبر، وبذلك تلعب مجالس الإدارة ولجان المجلس ومدققي الحسابات دورا حاسما في إدارة المخاطر ومساعدة الشركات على اعتماد نهج أكثر تنظيما بدلا من النهج التقليدي. كما أن تجاهل الشركة للمخاطر عند التخطيط يمكن أن يجعلها أكثر عرضة للخطر، وهذا سيؤثر بشدة على استدامة أعمالها، ولذلك يجب أن تقوم الشركات بإدارة المخاطر بطريقة فعالة يسهل عليها وضع الخطط للنمو في المستقبل وضمان نظرة أوسع عن الفرص المستقبلية مع التركيز على المخاطر المحتملة.
ومشاهدينا، للحديث عن هذا الموضوع ينضم إليني في الاستوديو السيد هاري كريشنان، وهو مدير تنفيذي في شركة KPMG. أهلا بك سيد هاري. دعنا في البداية يعني نتحدث عن ضرورة فهم تلك التغيرات في المعايير المحاسبية، التغيرات المعقدة والطارئة والتي يعني يمكن استغلالها يعني في مخاطر أو التلاعب في هيكلية الشركة وفي الملفات المحاسبية. Yes, I think as you rightfully said, there is a lot of changes. تماما، هناك تغير كبير في المعايير المحاسبية، وإذا كانت هذه المعايير المحاسبية هي أساس القوائم المالية، وأعضاء مجلس الإدارة ولجان التدقيق بحاجة إلى فهم هذه التغيرات المحاسبية، وإلا فهذا الأمر سوف يشكل خطرا على الوضع المالي للشركة. وبناء عليه فإن معظم مجالس الإدارة ولجان التدقيق يجب أن تضمن بأنها تحصل على التمرين الصحيح أو التدريب الصحيح، وأن تتحدث إلى الإدارة وأن تفهم تماما هذه المعايير وأن تطبقها بالشكل الصحيح. وبرأيك من هي أكثر الشركات عرضة للمخاطر المحاسبية؟ كل الشركات معرضة لمشاكل في المعايير المحاسبية، لكن في الآونة الأخيرة نجد الشركات العقارية والمالية هي الأكثر تعرضا لأنها حاليا تخضع لمعايير محاسبية جديدة. طيب برأيك سيد هاري، يعني ما هي السياسات والضوابط التي يمكن لمجالس الإدارات اتخاذها للحد من هذه المخاطر، يعني لمكافحتها إن صح التعبير؟ Absolutely. I think one of the first things that need to do is to أول شيء يجب أن يقوموا به هو التفاعل المباشر مع الإدارة. فمن المهم بالنسبة لمجالس الإدارة ولجان التدقيق أن تفهم كيف تعمل الإدارة وكيف تستعمل هذه المعايير لوضع الموازنات والقوائم المالية. كما أن مجلس الإدارة ولجان التدقيق بحاجة إلى تدريب من مدققين خارجيين لضمان أنهم يفهمون بشكل صحيح هذه المعايير. أخيرا، هناك مدققين داخليين يمكن أن يدققوا هذه العملية وأن يطمئنوهم إلى أن هذه المعايير مطبقة بشكل متسق. كيف يمكن أن تكون التريننج سيشنز أو التدريبات أن تكون بالفعل فعالة لمكافحة مثل هذه المخاطر؟ الجلسات التدريبية هي الأداة الأولى لزيادة الوعي، لأن الأمر لا يقتصر على فهم هذه المعايير المحاسبية، وإنما أيضا إخبارهم أنه في حال لم يفهموا هذه الأمور فيجب أن يعلموا ما هي التبعات التي سوف تتحملها الشركة نتيجة لذلك. وبالتالي هذا الأمر يصبح محركا أساسيا للجان التدقيق لتدرك خطورة هذه الأمور وكيفية التعامل معها. طيب دعنا نتحدث ولو بشكل يعني بسيط عن ما هي أشكال هذه المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات الاستثمارية، إن كان قد يتعرض أيضا لها مجالس الإدارات أو مدققو الحسابات وغيرهم. Yes, I mean there are a little bit of other types of risks. هناك أنواع أخرى من المخاطر بغض النظر عن المعايير المحاسبية التي يتعرض لها مجالس الإدارة، وأحدها هو موضوع أمن الإنترنت أو أمن الفضاء الإلكتروني، لأن التكنولوجيا باتت جزءا أساسيا من كل الشركات. لذلك من المهم أن يكون لدى الناس الضوابط الصحيحة للتعامل مع المخاطر المتعلقة بالجانب الإلكتروني والإنترنت. فبعض الناس يعتقدون أن أمن الإنترنت يرتبط فقط بالاختراقات الخارجية، لكن أمن الإنترنت يضمن المعلومات التي يخزنها الموظفون ضمن الشركة. لذلك من الأساسي بالنسبة لمجالس الإدارة ولجان التدقيق أن تفهم أهمية المعلومات بالنسبة للشركة وكيف يتم حماية هذه المعلومات، وأن يقرروا كيف يحموها ويرصدوها. الأمر لا يرتبط فقط بمخاطر خارجية للمعلومات، وإنما مخاطر داخلية إلكترونية، ولا سيما حماية المعلومات الإلكترونية للشركة. طبعا هذا الأمر يضاف إلى المخاطر المحاسبية. طبعا إضافة إلى مخاطر الإنترنت، هناك توجه آخر نرى موضوع الاحتيال.
another one apart from fraud is what is more topical about هناك أيضا موضوع الأنظمة القانونية. إذا من المهم لمجلس الإدارة أن يركز على هذه المسائل. كانوا دائما يراقبون موازنة الشركة وأدائها، لكن لم ينفقوا الكثير من الوقت في المواضيع التي قلتها قبل قليل، مثل موضوع أمن المعلومات والاحتيال والأنظمة الخارجية وتغير المعايير المحاسبية. ولكن في حالة بعض الوكالات الحكومية هم يحاولون وبشكل دقيق أنه في حال حصول هذه المخاطر من المهم جدا إبلاغ مجلس الإدارة بتبعات هذا الأمر واتخاذ الإجراءات الضرورية. يعني بالفعل قد لا تكون هذه المخاطر يعني فقط هي على مجالس الإدارات، قد أيضا يتعرض لها موظفين العاديين وأيضا بالنسبة لصغار الموظفين في بعض الشركات. عموما أنا أشكرك سيد هاري كريشنان، وأنت مدير تنفيذي في شركة KPMG، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا. Thank you for having me. ونبقى وإياكم مشاهدين بما قاله رئيس شركة طيران الإمارات إنها ستقدم قريبا إلى الحكومة الأمريكية ردا على مزاعم منافستها الأمريكية بأن الناقلة الإماراتية تلقت دعما غير قانوني. وتقول الشركة الإماراتية إن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتطالب شركات خطوط جوية أمريكية حكومتها بتغيير اتفاقات السماوات المفتوحة مع الإمارات العربية المتحدة وقطر، متهمة البلدين بتقديم دعم يتجاوز 40 مليار دولار لشركاتهما وتشويه المنافسة. ونبقى وإياكم مشاهدين أيضا بما تخطط إليه البرازيل لاجتذاب 64 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لبناء وتطوير وتشغيل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ في البرازيل. وقد تساعد خطة البنية التحتية على إعادة الثقة في اقتصاد البرازيل المتداعي، وتعزز شعبية روسيف التي تضررت من ارتفاع معدلات التضخم وتفشي البطالة وفضيحة فساد في شركة النفط الحكومية بتروبراس. أيضا مشاهدينا، استضافت العاصمة المصرية القاهرة الدورة الأولى لقمة شمال إفريقيا للإعلام بمشاركة CNBC أريبيا، والتي تهدف إلى رصد المتغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام وكيفية الوصول لأكبر قدر من الجمهور وزيادة المردودات الربحية للشبكات الإعلامية عبر توظيف الإعلام الرقمي واستقطاب الإعلانات. هو حوار مثمر لصناع العمل الإعلامي العرب، حوار هو الأول نعم، لكنه لن يكون الأخير، بل استهلال لسلسلة من الحوارات والندوات التي تسلط الضوء على المتغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام. إذ انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدورة الأولى لقمة شمال إفريقيا للإعلام بمشاركة العديد من خبراء الإعلام والمنتجين والمؤسسات العاملة في هذا المجال. جميع الإعلاميين بقوا دلوقتي مش بس بينقلوا الخبر بطريقة حيادية، بقى في نوع من أنواع إبداء الآراء أو طرح التوجهات، وده اللي احنا عايزين نشوف بقى صرفة فيه، إنه يبقى في نوع من أنواع توحيد بلاتفورم، إنه بيشتغل على رسالة واحدة لخدمة استقرار البلاد. أنا عم بستثمر وأنا عم بعطيه منتوج جميل وجيد بتناغم مع متطلباته، في بعض الأحيان هو مش عارف إنه بديها وأقدم له ويعجبها يعجبه وأخلق ترند جديد. وعلى مدار يومين تناقش الدورة عددا من الموضوعات، أبرزها تنامي دور الإعلام الإلكتروني وسرعته في إيصال الخبر، إضافة إلى قدرته على جذب الإعلانات، ما يمنحه زخما متجددا ويتطلب من الشبكات الإعلامية الأخرى تعزيز الوصول لأكبر قدر من الجمهور وزيادة المردودات الربحية لها. بات من الأهمية بمكان استنفاذ واستخدام كل وسائل التواصل الجديدة الإلكترونية لإحداث تكامل في التلقي في الرسالة الإعلامية. CNBC عربية كغيرها من وسائل الإعلام حرصت على أن تستنفذ أيضا هذه الوسائل عبر إنشاء أذرع مختلفة في الإعلام الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال بوابتها الإلكترونية. قنوات التواصل الاجتماعي عم بتحتم على المنتجين باستعمال أدوات تانية وتحفزهم لحتى يصير في مردودات جديدة من نواحي ما كانوا مفكرين في منها قبل، فبعتقد في تحدي على
على المدى القصير والمتوسط القنوات التواصل الاجتماعي حتكون لها دور كتير كبير لزيادة المشاهدة بطريقة مختلفة من ناحية الأودينس التارجت أودينس. يذكر أن القنوات الفضائية العربية سجلت ارتفاعاً بنهاية العام الماضي وصل إلى 1294 قناة. إذن بدأت أواصر التعاون بين صناع الإعلام تتشكل بخلقهم لمنصة فعالة للحوار بين أبناء المهنة الواحدة يتبادلون عبرها الأفكار فتتولد رؤى جديدة كفيلة بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور. ندى عبد السلام، CNBC عربية، القاهرة. ومن القاهرة مشاهدينا ننتهي وإياكم في جلسة أعمال هذا اليوم، أشكر لكم حسن المتابعة. لمزيد من المعلومات تابعوا cnbcarabia.com أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية زين.